من يوم خلق الله الأرض واستخلف بن آدم عليها، والحرب بين الشر والخير والحق والباطل ما تنتهي، وأحياناً تلقى الباطل ينتصر ويستحكم في الأرض. ليه تجي عدالة السماء وتوقف عند حده؟ حنا اجتمعنا كلنا لجل نقف صف واحد ضد قطاعين الطريق. الخط الرئيسي مقطوع، والمسافرين ما معاهم طريق غير الطريق اللي تمر في قبائلنا وفي أراضينا، واللي يمرون هم ضيوفنا في حمايتنا، وهذه مسؤوليتنا جميع، كل برضه وكل في قبيلته. قطاعين الطريق هم عار على القبائل، وحربنا معاهم ما تنتهي، وما هو بعيد. البارحة تعاركنا معهم وذبحنا منهم كثير، وبعضهم سلمناهم لرجال الأمن. بإذن الله ما راح نتوقف لين نوقفهم عند حدهم. والناس ما تدري، يقولون إن قطاعين الطرق هم عيال القبائل. إذا سرق أحد من السواح يقولون عيال القبائل، إذا احترق بيب بترول يقولون عيال القبائل، إذا انضرب برج كهرباء يقولون عيال القبائل، وعيال القبائل بريين، براءة الذين من دم يبني يعقوب. والأهم نقول لإخواننا المسؤولين يحطوا إيديهم بيدينا، ونقول لهم افتحوا الطريق. افتحوا الطريق. افتحوا الطريق. افتحوا الطريق. افتحوا الطريق. افتحوا الطريق. افتحوا الطريق.